أنا المصور حمد الغنبوصي من سلطنة عمان. بديت التصوير في عام 2008، وأول ما بديت هو التركيز على تصوير المناظر الطبيعية، والحمد لله صورت كثير من المناظر الطبيعية في عمان، وكانت لي التقاطات مميزة هي ما أعطتني دافع أني أواصل التصوير إلى ما وصلت إلى 2014. 2014 اتخذت منحنى ثاني وركزت كثير على محور حياة الناس، فلذلك غيرت معداتي والكاميرا والعدسات وتوجهت أساسا لتصوير حياة الناس. ما عجبني في تصوير حياة الناس أنك أنت تنقل ثقافات وتنقل عادات وتقاليد دول مختلفة من العالم. سافرت كثير من الدول، ومن ضمنها الهند والصين والنيبال وفيتنام قرقستان وغيرها من الدول، ومع مجموعات من دول الخليج سواء فوتوغرافية من عمان وخارجها، وكانت الحمد لله الأمور طيبة. التقطت كثير من الالتقاطات ومن الصور، وكانت لي مشاركات متميزة. شاركت في العديد من المسابقات المحلية والعربية والدولية، والحمد لله حققت الكثير من النتائج الجيدة، وحصلت على العديد من الميداليات والجوائز، منها أكثر من 200 جائزة محلية ودولية. من أكثر المسابقات اللي أحرص على المشاركة فيها هي مسابقة عمان آرت، ومسابقة عمان آرت هي مسابقة محلية دولية ومسابقة مهمة لكل المصورين في جميع أنحاء العالم، وهي فرصة للمصور العماني أن ينافس جميع المصورين ويطلع على الأعمال العالمية، فهي بمثابة فرصة جيدة لجميع المصورين. أيضا في مشاركات أخرى محلية، وهي لابد أن كل مصور عماني أن يشارك فيها، بحيث أن هو يحاول قدر الإمكان أن يقيم صوره وأيضا يطلع على أعمال آخرين.